ومن جهتها كذا مسعود بوذيبة المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست أن المحضر الموقع مع الوزارة لم يرقى إلى تطلعات الأساتذة، ما دفع بهم إلى مواصلة الإضراب والتهديد بالتصعيد. رضي بن هباش ثانية. ردود الوزارة رفضها الأساتذة جملة وتفصيلا لأنها ردود لا ترتقي إلى مرحلة تغيير مواضع هذه المطالب وتجسيد الالتزامات والتعهدات وتصحيح الإجحاف الموجود واسترجاع المستحقات الضائعة بالنسبة للأساتذة. إذن لهذا السبب الأساتذة رفضوا هذا المحضر وكذلك محضر 8 مارس 2015. هذا المحضر الذي العبارات الموجودة فيه تقريبا هي نفس العبارات محضر 11 مارس 2015، ولذلك الأستاذ اليوم يشعر بأن وزارة التربية الوطنية أو القائمين على وزارة التربية الوطنية لم يبذلوا أي مجهود.